مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وخبر جديد. اليوم راح نتحدث عن موضوع كتير كتير مهم وكتير صدمني وصدم ناس كتيرة على اليوتيوب، خاصة متابعين بيسان اسماعيل وكل محبين بيسان اسماعيل. اليوم تلقينا خبر اعتزال أو حتى آخر فيديو بقناة بيسان اسماعيل يلي طلعت أمها بتحكي فيه وعم بتقول أنه هذا هو الفيديو الأخير، بيسان ما رح ترجع للقناة وقناة بيسان اسماعيل حتتسكر نهائيا وما رح ترجع بيسان على اليوتيوب وما رح تنزل باليوتيوب. خلينا نشوف مقطع بسيط من أول أو حكي أمها وبرجع لكم. والدتها لبيسان وطالع اليوم بدال بيسان، خبركم خبر انه بيسان رح تترك اليوتيوب. قراري مو قرارها، انا غصبت على هذا الشيء وهي مو موافقة، بس هذا الحل الوحيد. احنا وصلنا لمرحلة تعبنا كتير من الاستغلال، مو معقول يعني نشتغل مع عالم يستغلونا من كل النواحي، واخر شيء اذا ما اشتغلنا معهم وما بدنا نكمل الطريق معهم صاروا يبلغوا على قناة بيسان ويسحبوا لك كل أرباحها من شهرين لهلا. ما عم تستفيد بيسان أي شيء من قناتها وقصته. أنا أمه وأبوها بنفس الوقت، وإذا أنا ما دفعت عنها ما في حدا يدافع عنها. أول شيء خلونا نتحدث عن شو صار لبيسان إسماعيل لحتى قررت هالقرار. فكتير ناس فهم الموضوع غلط، في كتير ناس عبالة أنه بيسان هي اللي قررت هالشي. هالشي مو قرار بيسان اسماعيل، بيسان اسماعيل اضطرت لعمل هالشي لانه عم تجيها بلاغات بقناتها. اوكي خلينا نرجع بالقصة للوراء. بيسان اسماعيل مضت عقد مع شركة معينة، بعدها لما قررت بيسان انه تفسخ هالعقد لانه عم تتلقى بلاغات كوبيرايت، فهيك قناة بيسان بخطر وممكن تتسكر بأي لحظة. فلهيك طلعت أم بيسان اسماعيل بتقول أنه ممكن القناة رح تتسكر وبيسان اسماعيل رح توقف اليوتيوب وما رح تصير في قناة بيسان اسماعيل باليوتيوب بسبب الاستغلال والمكر والأشياء اللي بتحصل والمشاكل اللي بتحصل باليوتيوب. فهيك هذا هو السبب الحقيقي، بيسان اسماعيل ما بدها تترك اليوتيوب وحتى ما قررت هي انه تترك اليوتيوب، عم تجيها بلاغات كوبيرايت من طرف اليوتيوب وممكن قناتها تتسكر. لهيك بيسان اعلنت عن اخر الفيديو لانه ممكن اخر فيديو لانه ممكن تتسكر قناتها. وما بننسى انه بيسان اسماعيل نشرت فيديو كليب بعد الفيديو الأخير، يعني بيسان اسماعيل أبدا ما عم بتفكر بترك اليوتيوب. إن شاء الله ترجع قناة بيسان اسماعيل لمجراها العادية، وبنتمنى لبيسان كل الخير والنجاح باليوتيوب وبالإنستغرام وبكل مكان. فشوفكم بالفيديو الجاي، هجاوب على أسئلتكم قريبا يلي سألتوني إياها بآخر بوست على اليوتيوب كوميونيتي. بشوفكم بالفيديو الجاي، باي. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الاكثر.